الله إليكم صاحب الفضيلة، وهذا السائل يقول: هل على المرتد قضاء للصلاة والصيام إذا عاد الإسلام وتاب من ردته؟ ليس عليه ذلك، التوبة تجب ما قبلها، فإذا تاب إلى الله توبة صحيحة فإنه لا يقضي ما تركه وقت الردة. نعم. السلام عليكم صاحب الفضيلة. عندما ذكروا من الحج، بعض العلماء يقول الحج يعيده، وأما غيره فلا يعيده.